كثير من الناس يعانون من آلام في أسفل الظهر أه الكثير من الناس بيتساءل بقول إيش أسباب هذا الآلام أو إيش أسباب هذه الآلام لكن كله يعاز إلى شغلة مهمة وأساسية في حياتنا للأسف الشديد ألا وهي ضعف عضلات الظهر ضعف عضلات الظهر بيكون ناتج عن كثير يعني أشياء أه نذكر منها أه طبيعة العمل طبيعة العمل لها دور كبير جدا جدا في ضعف العضلات يعني كثرة الجلوس على الكرسي زي الموظفين الخياطين او اصحاب التكاسي او الشوفيريه تمام بيجلسوا فترات طويله جدا على الكرسي وايضا كثرة الوقوف في عمومه عدم ممارسه الرياضه له دور كبير جدا في الامر هذا ناهيك عن دور الغذاء ايضا يعني الأغذية تختلف من أغذية صناعية إلى أغذية طبيعية الأغذية الصناعية يعني لها دور كبير جدا في ضعف العضلة لكن الأغذية الطبيعية في عموما زي الفواكه والخضروات أخص بالذكر واللحوم تؤدي إلى قوة العضلة ومن ثم مقاومتها للآلام طيب أسباب آلام الظهر اغلب الام الظهر بتكون السبب الرئيسي والاساسي فيها هو تقلص عضلات الظهر. تقلص عضلات الظهر للاسف الشديد ناتج بنرجع مره ثانيه بقول ناتج عن ضعف عضلات الظهر. لو عضلات الظهر قويه ما بيحدث هذا التقلص، والتقلص عباره عن رده فعل معينه تجاه عمل معين مش قادره العضله او العضله غير قادره على القيام به، يعني على سبيل المثال بترفع انت عادة او نرفع عادة الانسان بيرفع مثلا 5 كيلو 10 كيلو او 15 كيلو فجأة مرة واحدة بيرفع 50 كيلو بيتعرض مباشرة الى تقلص عضلات الظهر لانه عضلة الظهر عندها مقدرة معينة انها ترفع مثلا لغاية ال 15 او ال 20 كيلو فجأة بترفع 50 كيلو بيتعرض هذا لتقلص والتقلص بعض الأحيان إيش بيؤدي إلى آآ يعني آآ قلة الحركة أو انحصار الحركة ومن ثم إيش الإنسان بيقعد فترة يوم يومين ثلاثة أيام في السرير نتيجة عدم مقدرته على العمل أو النهوض أو يعني أنه يمارس حياته طبيعية بدنا نتكلم عن التقلص بالذات التقلص يعني أغلب الناس للأسف الشديد طبعا مباشرة بعيزها لإنزلاق غضروفي لا مش كلهم بإنزلاق غضروفي التقلص زي ما قلنا ضعف عضلات الظهر طيب إيش الحل علاج التقلص كثير من الناس بيلجأ إلى عملية التدليك في لإزالة التقلص وهذا خطأ شائع التدليك يفاقم الحالة لذلك إذا بدنا نستعمل أشياء والأفضل هو الذهاب إلى الطبيب حتى يصرف له الأدوية المناسبة وحتى يشخص التشخيص الصحيح والسليم مزيلات التقلص مسكنات تنهي الموضوع بالإضافة إلى كمدات المية الساخنة وبعض الأحيان بيلجأ إلى الراحة بينما التقلص أنا بفضل دائما الإنسان يمشي ويتحرك حتى التقلص إيش ينفك وبعد ذلك يرتاح الإنسان بالنسبه للعلاجات الاخرى اللي هي بتصورها العلاجات الفيزيوثيرابي او العلاج الطبيعي افضل انه بعد ما انه يزيل التقلص مباشره ايش؟ يبدا الانسان يعمل علاج طبيعي لتقويه عضلات الظهر لمنع لمنع تقلص العضلات. والسلام عليكم ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله.